علمائنا في الخارج ليهم دور كبير في كل المجالات، خصوصا لما بيكونوا في زيارة لمصر. محدش منهم أبدا بيتأخر عن أنه يقدم الوعي ويقدم كل المجهود اللي يقدر يقدمه في مجاله. من يومين شفنا صور كتير للدكتور مدحت منجي، طبيب الأسنان اللي موجود اليومين دول معانا في القاهرة، وده أثناء مشاركته في أحد القوافل الطبية اللي بتختص بالأسنان بحي الأسمرات، وهو منورنا النهاردة في الاستوديو وهنتكلم معاه أكتر عن القافلة وعن مشاركته فيها. منورنا يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. صباح الخير يا دكتور. صباح النور دكتور. يعني فكرة المشاركة في القوافل الطبية وفكرة دعم يعني الأكثر احتياجا واللي ما بيبقاش يعني متابعين قوي الوعي الصحي خصوصا في طب الأسنان، إلا البعض بيعتبروا في بعض الأحيان ممكن يكون طرف، مدام احنا يعني قادرين نمشي وناخد مسكن وأسناننا مش وجعانة قوي فخلاص يلا نمشي الموضوع. فكرة التوعية دي وفكرة ان حضرتك تبقى مسافر وما تيجي بدل ما تستمتع بأجازتك، لأ تيجي وتبتدي برضو تعمل وتقدم الخدمة للآخرين، ازاي شفتها وازاي اشتركت فيها؟ اولا شكرا حضرتك معاكم النهاردة. اهلا وسهلا بك. قبل ما ابدأ بس هنتهز فرصة الناس كتيرة بتشوفنا دلوقتي واطلب منهم ان هم يدعوا لأمي. ربنا يا رب. يعني يا رب المشاركة بالنسبة للأسنان، طبعا ناس كتير جدا بتحس ان الأسنان دي حاجة ما هيش مهمة في جسم الإنسان، وأهم حاجة فيها التوعية. بدأت دلوقتي وزارة الصحة تعمل شيء من التوعية للأسنان، خصوصا على مستوى في مدير الإدارة المركزية للأسنان هو دكتور وليد حسن مع الوزير، طبعا بيعملوا بدأوا ان هم ينشروا الوعي بحكايه الاسنان من خلال القوافل دي اللي هي المفروض ان هي بتوصل للناس المحتاجين، يعني تحت ان هو محتاجين الخدمه دي، وبدأوا يعملوا قوافل. لما حصل البروتوكول ما بين وزاره الهجره السنه اللي فاتت السفيره نبيله مكرم والدكتور خالد عبد الغفار، عملوا بروتوكول للناس اللي شغالين بره او المهاجرين يجوا يبداوا ان هم يعملوا يوم من عندهم ويدوا حصل فيها شيء من الاعلان، ما كانش كامل لان الناس برضو ما عندهاش حته ان هم يجي يضيع يوم من عنده في حاجه. بدانا ان احنا نحاول ان احنا نقول للناس اللي بره حتى لو يجوا معاهم بعض الخامات او بعض الادوات عشان يساعدوا فيها. انا لما جيت مرتين قبل كده عملتها قبل كده في بلاد بره مصر من خلال امريكا، فكره العمل التطوعي نفسه عملناها في كوستاريكا، وهي حاجه كويسه جدا 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 ان الدكتور اولا يتبرع بوقته، ممكن بماله ممكن بادوات ممكن يكون عنده في عيادته ممكن هو يستخدمها هنا. هو انا شايف ان هي حاجه مهمه جدا، بس هي ما وصلتش لكل الناس بره. مش كل الناس عارفين ان هو ممكن يجي يدي يوم من وقته، واللي هو ممكن يكون حاجه بسيطه في اجازته كانت اسبوع او 10 ايام وزي ما يكون. انا شايف ان هي مهمه جدا جدا لتوعيه المهاجرين اللي بره ان هم يجوا يبداوا ان هم يساعدوا في حاجه زي كده في مصر. اكيد. دكتور، مش فكره بس اهميتها كعمل خير او المشاركه ضمن قوافل حياه كريمه تحديدا، وقد ايه حضرتك يمكن لمست وشفت هي بتقدم يعني خدمة مجانية لأهلنا في الريف المصري الأكثر احتياجا، اللي يمكن عاشوا لسنوات كتيرة يعني ما فيش خدمات بتقدم ليهم بالشكل اللي بيليق بمصر والمصريين تحديدا. لكن أهمية هذا النوع أيضا في تبادل الخبرات ما بين خبرة زي حضرتك كمصري مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية و لديك يعني باع في هذه المهنة، ولما يكون في دكتور لسه يعني حديث التخرج موجود جنب حضرتك، فكرة تبادل الخبرات هنا ده أهميته وإزاي بيعزز من قيمة هذا الموضوع؟ هقول لحضرتك بمنتهى الأمانة، أنا شايف إن في مصر طب أسنان على مستوى عالي جدا علميا وتكنيكيا. الحاجة الوحيدة اللي أنا بلمسها شوية في طب الأسنان في مصر في على ناحية القوافل المعاملة. المعاملة مع العيان نفسه، مع المعاملة مع العيان اللي محتاج المساعدة. حتة الخبرة العلمية تقريبا
عندنا علم في الأسنان زي أمريكا بالظبط، والخامات الأدوات كل حاجة زي أمريكا بالظبط. أنا بقولها فعلا. أمال المعاملة من حيث إيه؟ معاملة العيان المحتاج. يعني امبارح كانت الوزيرة سوى الجندي موجودة، وزيرة الهجرة، وزيرة الهجرة كان موجودة في القافلة. أنا وقفت مع العيانة دقيقة بتكلم معها، ما فتحتش فوقها. لما جت الوزيرة قالت لا أنا عايزة الدكتور ده يعالجني، أنا ما فتحتش فوقها على فكرة، ما كشفتش عليها، أنا عملتها كويس. إحساس الطمأنينة فكرة معلش أنا آسف، حوالي مش طمأنينة هي الاستقبال الحافل وكأنه في مكانه اللي هو بيقدم. أنا حاولت من غير دبلوماسية حضرتك إن أنا عملتها بأدمية شوية. دي أكتر مش جاية تديكي حاجة أو مش جاية مني عليك حقيقة حاجة. دي أكتر نقطة من النقط اللي المثل بيقول لك لاقيني ولا تغديني. يعني هو جاي يتعالج أسنان، أنا لما بعمله كويس، وعلى فكرة ما عالجتهاش، يعني ما عملتش، اديتها مضاد حيوي، يعني ما فتحتش بقها لما كانت بتتكلم. المعاملة يعني شيء، لأن هو عيان الأسنان جاي على ألم وغير قادر، والغير قادر دون جاي من شغله اللي هو مطحون فيه ومن الشارع، اللي هو بيجي على كرسي الأسنان في حتة مفهومة راح إن أنا أخدمه أقل ما فيه إن أنا أعمله بشيء من الأدمية شوية أو من الرحمة. الأدمية أنا مش عايز أقول الاحترام، لأن الاحترام لما بحترم حضرتك احترام متبادل أدمية. صحيح. أنا لقيتها في كذا مكان رحته، وإحنا عاملين دلوقتي مش عارف أقولها خطة ولا بلا، يعني مع وزارة الهجرة وزارة الصحة، إن إحنا هنروح الأماكن اللي هي زي الدهار في الغداء، الأماكن اللي هي فعلاً أندر سيرف، اللي هي أماكن ما حدش فعلاً الأقل حظاً في الخدمات، واللي ممكن يكون لسه ما وصلهاش كثير من الخدمات في الفترة اللي فاتت. لكن خلينا نقول إنه طبعاً يعني المعاملة الأفضل هي المطلوبة دايماً هو الأساس، لما الموضوع في بعض الأحيان بيخرج يعني عن السياق اللي المفروض إنها وهو الأساس في التعامل. بس دي ببلاش إنه يكون موجود فيه أفندم، دي ببلاش مش محتاجة طبعا. أي موارد من الدولة أكيد. فده ممكن يكون فرصة لإعادة التوجيه لما حد يبقى مش بالزبط. موجود على التراك الصح بالزبط. تواجد ناس ذوي الخبرة يقدر يشد الناس على الطريق، وده مش عيب أبدا إن احنا نساعد بعض ونوجه بعض، نوجه بعض في التعامل ونوجه بعض كمان في الطب. لما حضرتك بتتعامل مع صغار الأطباء، ولما حضرتك بتتعامل مع المتطوعين اللي قد يكون منهم لسه طلبة كمان، بيكلموا حضرتك إيه؟ بيبتدوا يعرفوا إيه؟ بيبقوا مستنين يعرفوا إيه عشان يدوا المريض نفسه لما بيسمع اسم إنه الطبيب جاي من الخارج؟ أعتقد ده لوحده بيديله نوع من أنواع الطمأنينة الزيادة والثقة اللي هي جزء كبير قوي من العلاج. حقيقة أولاً لما الحته بتاعت الطبيب المهاجر اللي بيجي المريض، لما بيلاقي ان في دكتور من امريكا ولا من انجلترا ولا من اي، بيدي شويه حساب، خصوصا الطبيب المريض اللي هو محتاج، بتبقى بالنسبه له حاجه كبيره قوي. الطبيب اللي بيبقى قاعد شغال في العياده، امبارح لما خلصنا في الاسمرات الدكاتره كانوا متوقعين ان انا ممكن ان انا اقول لهم حاجه علميه، وانا ما قلتلهمش حاجه علميه، قلت لهم حته معامله المريض، لان معامله المريض اهم من الحاجه العلميه بالنسبه لي انا وهي عموما يعني. فانا بشوف ان هي برضو رجوعا للنقطه نفسها، ان هي مش محتاجه امكانيات بلد، او حتى الطبيب نفسه الاطباء هناك لما بيلاقوش حاجه ان هم عايزين يعملوا حاجه معينه بيجيبوها من عندهم، فدي محتاجه بس سلوك مع العيان. يعني ان هو الطبيب يبقى عنده موجه للسلوك مع المريض. دي من الحاجات المهمه جدا اللي انا شايف انها تكون مهمه. لما الناس بتسمع اسم ان في دكتور جاي من بره مصر، طبعا جاي من بلاد بره، بالظبط، يجوز لنا استخدام المصطلح الدارج، بيبقى ثقته اكبر وبيقبل اكتر. يعني لو انا جاي ثلاثة بس النهارده، انا هروح اقول لجيراني وجاري اللي فوق وجاري اللي تحت والراجل اللي في اول الشارع، تعالى ده في دكتور امريكاني جاي النهارده يعالجني. هو حقيقي الكلمه اللي حضرتك قلتيها بتاع بلاد بره، هو العيان امبارح قالتها فعلا. هي بتبقى عندهم حاجه، يعني هو جاي من بره، عارف حضرتك عودة الخواجه، عودة الخواجه، مش عايز اقول قوي لان برضه هو ده عندنا دايما عودة الخواجه. هو لو اللي جاي من بره ده جاي من الكويت ولا جاي من ليبيا ولا جاي من، هو في النهايه يا دكتور هو مصري، ويكن يعني كل الاحترام والتقدير لهذا الوطن تحديدا، وحضرتك بتعتبر سفير من سفرائنا في الخارج. ازاي نقدر بقى نستغل وجود حضرتك ده في فكره التعزيز من هذه القوافل وجذب مزيد من المصريين في الخارج للمشاركة في هذه القوافل تحديدا؟ أولا الإعلان عنها، في ناس كتير ما يعرفوش عن المبادرة. اللي كان ينقص الإعلان؟
يعني لو هنتكلم على ما كان ينقص الإعلان الأول، أنا عرفتها بالصدفة. ما فيش يعني، هي وزارة الهجرة دلوقتي متبنية موضوع دون بصورة أوسع شوية. صحيح. عن طريق في جروبات عاملاها الوزيرة مع المهاجرين بره كتيرة جدا. يعني هي في الحقيقة نشيطة جدا في الحتة دي، في التواصل مع المهاجرين، وإن هم يقدروا يعرفوا إن هم لما هيجوا هنا برضو يبقى في شيء من ال، أنا بحاول أتحفظ في كلامي شوية، التقدير، فكرة الوين وين، الكل رابح، وفكرة إن يعني وجود حضرتك التعقيم التعقيم يكون في شيء زيادة شوية في حتة التعقيم في عموما إن جنرال في أي مكان، لكن بتكلم على القافلة دي، لأن دكتور اللي هيجي من بره ممكن يخاف إن هو يروح على مكان معين، فيبقى لازم في شويه ميجرز معينه للمخاطر اللي طبعا. يعني انا اتناقشت مع ناس في امريكا زمايل لينا، وكان دي من النقط المتخوفين فيها، ان هي يكون يعني ممكن خايفين من النقطه دي. حابب اتكلم على اجراءات احترازيه وقائيه للدكاتره اللي مشاركين في يمكن المناطق الحدوديه او المناطق البعيده، علشان لو في يعني تكدسات او في زحمه ما يبقاش في حاجه بتتنقل من شخص للاخر. يعني ابعد من كده شويه من التكدسات، التعقيم في نفس الاوضه نفسها، في المكان نفسه اللي بنتعامل فيه، في ناس كتير جدا عندهم تخوف من العمليه دي نفسها. من حته ان هو ينقل لي عدوى من خلال العلاج نفسه، ودي حاجه انا اجتمع ناس. صحيح. كتير في امريكا، وهو ريسك دايما بيبقى موجود يعني في العمل الطبي، الله يعينكم عليه، وده اللي دايما بنقوله ان انتوا جيشنا الابيض بسبب كده. لكن لو خلينا بقى دخلنا في نقطه تانية، وهو نشر الوعي والفكره بتاعه نشر الوعي. حضرتك وحضرتك بتعالج المريضات اللي كانوا موجودين، هل يا ترى استغليت الوقت في ان احنا نستخدم الوقت ده يعني يبقى ناخد مكسبين مش مكسب واحد، واحد العلاج والاثنين بقى نبتدي نقولها ابنك سن ابنك اللي تجيبيه علشان يكشف على اسنانه، وازاي تاخدي بالك من الولاد، استخدمنا الوقت ده مرتين ولا كان صعب على حضرتك؟ لا هقول لحضرتك على حاجه، انا قايل من الاول خالص ان الدكتور اللي هيجي بنسبه كبيره مش هيعالج. يعني لان أنا بس هي حته الوعي، انا فعلا حضرتك ده صح 100%، انا ركزت في كل مره باجيها بركز على حته الوعي. لان الوعي هو اهم بكتير جدا من العلاج. وحتى انا عملت ناقشت مع احد الاشخاص في الدوله هنا على مبادره تكون تحت رعايه السيد الرئيس للوعي بالاسنان. الاسنان الناس كتير جدا بتستهتر بيها او بياخدوها ان هي ناحيه جماليه في اسنانهم، لكن ما بياخدوش ان هي باب الامراض كلها. ايه الافكار اللي طرحت وكانت الناس وهي بتسمعها حاسه انها بعيده او مستغرباها، او يعني حضرتك حاجه بتتعامل معاها انها حاجه منطقيه جدا والجميع بيعملها، ولكن الناس كانت بتقول طب والله كويس ان احنا خدنا بالنا، طب هناخد بالنا من القصه دي. المريض صح؟ فرشه الاسنان. اوكي. كانت حاجه غريبه. لان ليها فتره استخدام. في ناس بتقعد، انا اعرف ناس الدكتور بتقعد بفرشه الاسنان دي سنوات. لا لا انها بتستخدم، بس حضرتك برضو دي مرحله تانية انها تستخدم لمده طويله. لا ان هي يستخدم فرشه الاسنان اساسا، يعني هي بالنسبه له مش موجوده. طبعا لو طلعنا في نقطه اهم بس برضو هي بعيده جدا، اللي هي الدنتال فلوس، الفتله دي برضو يعني احنا بنتكلم في دهاليز، عشان حضرتك رد السؤال خالص. احنا بنتكلم ان احنا عندنا يعني وسائل كتير، كل واحد بقى حسب مقدرته، وان كانت ان شاء الله تكون متوفره في ايد الجميع، فرشه الاسنان، الخيط الطبي لتنظيف الاسنان، المسواك، المضمضه، كلها حاجات يعني تقدر تساعدنا اكتر في الحفاظ على صحه اسناننا. كل الشكر وسعداء جدا بوجود الدكتور مدحت منجي الخبير في طب الاسنان بمصر، نورتنا وشرفتنا، والولايات المتحده الامريكيه طبعا نورتنا وسعداء بوجود حضرتك، اهلا وسهلا بيك دايما في مصر وفي البرنامج. شكرا لك يا دكتور مدحت، واكيد لينا لقاء تاني في القافله القادمه باذن الله. ان شاء الله.